حاسه ان انتوا قريبين قوي. يا رب الاضاءه تكون مظبوطه لان انا فعلا مش شايفه اي حاجه في الكاميرا. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. وحشتوني قد الدنيا كلها من الفيديو اللي فات. عارفه ان انا مقصره معاكم جدا الشهر ده، بس الشهر اللي فات نزلت لكم فيديو تقريبا كل يوم، ف استاهل اجازه. المهم اني رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان النهارده صحيت الساعه 7 الصبح علشان اصور لكم الفيديو ده. تخيلوا، جات لي فكره كده، كنت فاكره ان انا اللي اخترعتها، بس لما دورت على اليوتيوب لقيت ان في ناس كتير قوي عملوها. فالنهارده هروح على كذا مطعم وهخلي الموظفين بتوع المطعم هم اللي يحددوا لي الطلب بتاعي، يعني هم اللي هيختاروا لي اشرب ايه، اكل ايه. في عربيه معديه. موظفين المطعم هم اللي هيختاروا لي اكل ايه، اشرب ايه، احلي بايه، كل الحاجات دي. فان شاء الله يطلع لي حاجه كده حلوه، اوردر حلو. ممكن هم كده يكونوا كرييتيف شويه، يختاروا لي حاجه انا ما طلبتهاش قبل كده، ونجرب مع بعض. انتوا عارفين انا قد ايه بحب التجارب يعني، واني اجرب حاجات جديده. بس اكيد قبل ما نبدا ليه بتكلم كتير، كل شوية تيجي سحابة تغطي الشمس فالإضاءة تروح، بعد كده السحابة تمشي فالشمس ترجع. فأنا أسفة جدا على situation. yes. قبل ما نبدأ مع بعض في الفيديو، انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار السبسكرايب علشان تشتركوا في القناة وتنضموا للفاميلي بتاعتنا، والفاميلي بتاعتنا تكبر أكتر 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 أكتر. وأكيد لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا عليه لايك كبيرة. مش هقول لكم رقم معين، بس انتوا فاجئوني يعني، أكيد احنا نقدر نوصل الفيديو ده لأكتر عدد من اللايكس. ودلوقتي بقى بجد يلا بينا نروح على أول مطعم معانا النهاردة، اللي هو هيكون أكيد ماكدونالدز. أنا بموت في ماكدونالدز، كمان بفكر اني اروح ستاربكس او اروح مكان للحلويات. يعني بفكر اني اروح مطعم عادي للاكل ومطعم تاني او كافيتيريا او اي كده كوفي شوب. كوفي شوب مالي، قلتها كوفي شوب. anyways يا للحلويات، يلا بينا جايز يلا. أو مش عارفه مالي النهارده بجد. طبعا معظمكم عارف ان انا بصور بالايفون بتاعي والكواليتي بتاعته حلوة قوي، بس تخيلوا من شوية اداني الرسالة دي اللي هي الايفون سخن قوي من الشمس ولازم يبرد قبل ما ترجعي تستخدميه. ف I was like oops. واو 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 واو، بجد السما النهاردة يا جماعة مش طبيعي قد ايه فيها سحاب، بجد تحفة. انا بعشق شكل السحاب قوي في السماء، بيديني كده طاقة ايجابية يعني، فاهمين، بيخليني مبسوطة كده. هحاول دلوقتي اوريكم لانه في اشارة. شوفوا شكل السماء ما احلى يا جماعة، بجد حاجة روعة. واو شوفوا اهي الاشارة حمراء، اوكي، علشان محدش يتفلسف ويقول لي روان ليه بتصوري وانتي سايقة. احنا المفروض دلوقتي في ديسمبر اللي هو يعني المفروض يكون ابرد شهر في السنة، بس هنا في الامارات ديسمبر بيبقى عندنا لسه يعتبر صيف، يعني الناس لسه بتروح البحر، ممكن ناس تعمل الاكتيفيتيز بتاعت الصيف عادي جدا، لانه زي ما انتم شايفين في شمس والشمس قوية يعني، والجو شوية في حرارة، بس بالليل عندنا الجو حلو جدا يعني، بالليل في برودة كده، بس مش برودة قوية اللي هي البرودة الصعبة، لا برد كده حلو كده، فاهمين، جو حلو. حاسة ان شعري عايز يتسرح، مش عارفة بقالي فترة كده بصراحة، اللي هي اخر فترة دي نفسي بجد ارجع شعري زي ما كان، اللي هو لونه الطبيعي البني الغامق ده، البني الحلو. مش عارفة بصراحة، بس انه زهقت من الهايلايتس، مع انه على فكرة شكلهم عاجبني قوي وشكلهم حلو وكل حاجة، بس انا حاسة ان البلوند بيزهق قوي يعني. اي حد جرب البلوند عامة هيفهم قد ايه فعلا البلوند بيزهق. ايه في عصفورة كنت اخبطها كده، كانت هتخبط في الازاز. انتوا عارفين مرة حصل لي الموقف ده وانا ماشية على الهاي واي الطريق السريع 140، فجأة دوف عصفورة خبطت في الازاز. تخيلوا بجد الرعب، وانتوا ماشيين كده بسرعة عالية بجد بتبقى كده خضة، فاهمين. لازم ابطل اقول فاهمين، الاضاءة بجد عجباني قوي. لا انا همشي وراك كده، هتوصلني السنة الجاية ان شاء الله. قولولي تحت في الكومنتس تتوقعوا ماكدونالدز الموظفين يعني اللي في ماكدونالدز هيطلبولي ايه، اكتبولي تحت دلوقتي في الكومنتس وخلينا نشوف مين في الاخر اللي جوابه هيطلع صح. انا بالنسبة لي الصراحة بتوقع انه يا اما ماك تشيكن يا اما بيج تيستي، لانه دول اكتر سندوتشين في ماك بيتباعوا. ف
يا او ناجتس. يا رب بجد يختاروا لي ناجتس، فعلا فعلا هبقى اسعد واحده في الدنيا. واتمنى بجد من كل قلبي انه يختاروا لي كولا مش 7 اب ولا سبرايت ولا فانتا. اوكي وصلنا على ماكدونالدز، متحمسه الصراحه اعرف هم هيختاروا لي ايه، ف يلا نشوف. اوكي بسم الله يا رب يفهموا عليا. بس هلو هاو ار يو؟ Good mom. I would like to ask you to order for me please. Can you do that? Sorry? Can you choose my order? Alright. Yeah. For the drinks, mom. Also me? Yeah, also you. Anything else, mom? Also dessert. You can choose dessert if you want. Just one meal, yeah? Alright, anything else? If it's a sandwich, then no lettuce. Alright. Okay, thank you. جايز على طول فهمت عليا الحمد لله، يعني على طول قالت لي اوكي يعني انا برضو اختار لك الدرينك، قلت لها يس. فخلينا نشوف هي اختارت لي ايه، ربنا يستر بجد. بس انا حاسه انه ماك تشيكن او حاجه كده، ويا رب انه يكون كولا فور ذا درينك. هاي 29 هاو ماتش 29 اوكي كاش اور كارد؟ كاش. وات ديد يو اوردر؟ Oh, new sandwich! Yeah. Wow! طلبت لي الساندويتش الجديد بتاعهم. It's called crispy beef, right? Oh, راحت. فشلة. ولا مرة في حياتي مجربة الساندويتش ده. I think إن الساندويتش ده جواه فيه البيكن اللي هو اللحم البقري. علشان في ناس كتير يا جماعة أنا تعبت من الموضوع ده، بتفتكر إن البيكن لحم خنزير. البيكن فيه منه أنواع كتير، في لحم بقري، في لحم خنزير، في بيكن فراخ، في أنواع كتير قوي. فده لحم بقري. Thank you so much. It's a meal. Oh, the drink is water? Yes. Oh, okay, thank you. Thank you. Guys, اخترت لي مية للدرينك، تخيلوا. لا. زعلانة قوي. أنا لسه مش عارفة على فكرة إيه اللي جوه الكيس ده، يعني بس عارفة إنه فيه الساندويتش الجديد. تخيلوا، مية. مية. بس أوكي، المية حلوة، أنا بحب المية. بس كنت عايزة كولا. أنا عايزة أعيط بجد، ليه دايماً في التحديات الناس ما بتطلبش كولا؟ يعني يمكن هما بيحاولوا يكونوا صحيين وانا اللي مش صحية، مش عارفة الصراحة الغلط من مين. بس ليه مية؟ ليه مية؟ يعني كانت تطلب لي كولا او اي حاجة، بس يلا مش مشكلة ما علينا. اوكي سوقفت هنا علشان اعرف اكل واشوف كمان ايه اللي جوه الكيس ده، فيلا نشوف. اوكي سو بس في البرجر وفي معاه البطاطس بتاعته فرنش فرايز، وفي الدرينك اللي هو المية. مش وحش خالص، بحس انه اوردر كده جميل لذيذ كيوت، اوردر صغير يعني. طلبت لي بالضبط 1 ميل. بموت على البطاطس بتاعت ماكدونالدز. يام. بس ولا حطت لي اي صوص ولا كاتشب حتى ولا اي حاجة، بس كده فرايز مية والساندويتش. عايزة بقى دلوقتي اشوف الساندويتش ده لانه اول مرة في حياتي اجربه. خلينا نشوف اسمه. اسمه كريسبي بيف، هو ده اسمه كريسبي بيف، وشكله اصلا ساندويتش كبير، بيفكرني شوية بالبيك تيستي. اوه كأنه في من جوه تشيبس. اوكي هو ده الساندويتش، شكله غريب قوي يعني، بس في لحمه وصوص من جوه وتشيبس بس. اوكي خلينا نجرب. بسم الله. مش عارفه، عايز قطمه تانيه. حلو بس مستحيل اطلبه مرة تانية. اولا لانه انا من ماك بحب اكتر الفراخ بتاعتهم، وتاني حاجة لانه مش ماي ستايل، يعني مش الستايل اللي انا بحبه في البرجرز. انه اولا ما بحبش الشيبس مع البرجر، وحسيت ان الساندويتش عامة يعني مش انا، يعني حلو بس مش انا، ممكن حد تاني يعجبه. بس انا مثلا ماك تشيكن، سبايسي ماك تشيكن، بيك تيستي كده، بس انه ده نو. No.
ما شفتش انه في صوص. او ماي جاد فشله. ده خليها دي لحد عندي في البيت لانه الصراحه ما عجبنيش قوي، بس انا جعانه عشان كده كنت قاعده باكل. وغير كده انا اصلا بدات اشبع، تخيلوا. اوه طلع فيه هنا كاتشب، انا اللي ما شفتوش. وحده كاتشب بس. خلصت البطاطس. انا من النوع الناس اللي دايما لازم يخلصوا الفرنش فرايز، لو كانت لارج ميديوم سمول لازم اخلصها. يعني بجد بموت في البطاطس، يعني المقليه دي الفرنش فرايز يام. كويس ان هي حطت لي ميه لانه دلوقتي عطشت. اوكي سو دلوقتي بما اني كلت وتقريبا كده شبعت، فعايزه اروح احلي، فهروح مكان بتاع حلويات. في مكان جنب البيت عندي بس مش عارفه بصراحه فيه يعني ايس كريم، ميلك شيكس، عصاير، كل الحاجات دي. انا صراحه نفسي في ايس كريم، ف ان شاء الله يطلبوا لي ايس كريم. بس ما ينفعش انا اقول للموظف انه اختار لي ايس كريم، لا لازم اقول له اختار لي اي حاجه وهو يختار لي. بس يا رب يطلع ايس كريم يا رب بجد. ف يلا بينا. مش عارفه ايه ده بس اوكي. تخيلوا خدت اكزت غلط وضيعت، بس عادي يعني عادي بتحصل. او ماي جاد المطب ده كان قوي قوي. ياي فاينلي لقيت المكان. او ماي جاد المطبات مش عارفه ليه كده النهارده. هركن هنا في اي مكان. يب. هاي هاو ار يو؟ نو اي دونت نيد ذا منيو، اي نيد يو تو ميك ماي اوردر. سو اني ثينج يو وانت، just one item from the menu you choose, it's fine. What do you want, juice or what? Anything you choose. You choose the flavor, the item, everything. Only one? Only one. Okay. Okay, thank you. اوكي خلينا نشوف هيجيب ايه. المنيو بتاعهم زي ما قلت لكم كله عصاير، ايس كريم. انا صراحه حاسه ان هو يا اما هيجيب لي عصير لان هم مختصين بالعصاير، يا اما هيجيب لي ايس كريم. انا النهارده فعلا فخوره جدا بنفسي. تخيلوا يا جماعه صحيت الساعه 7، رحت على الجيم، خلصت الورك اوت بتاعتي، رجعت البيت، خدت شاور ورجعت نزلت تاني. الاول طبعا عملت ماي ميك اب، عملت شعري، نزلت صورت لكم او بصور لكم الفيديو. هرجع البيت هعمل اعداد او اديتنج للفيديو علشان انزله لكم، وكل ده في نفس اليوم. فلو ما عملتوش لايك وسبسكرايب لسه انزلوا دلوقتي اعملوا، لانه انا فعلا بتعب جدا جدا على قناتي. بس انتوا يا الله عليكم احلى عيلة في الدنيا كلها. الاسبوع اللي فات كنا 200,000، بعدها باسبوع 210، ما شاء الله ما شاء الله 10,000 في أقل من 7 أيام. بجد أنا مش قادرة أصدق التفاعل والحب والطاقة الإيجابية اللي فيكم. فعلا 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 بوسة كبيرة لأي حد عمل اشتراك وسبسكرايب ولايك وكومنت وكل الحاجات الحلوة دي، فعلا بتفرحوني جدا. هدفي بصراحة قبل شهر واحد نكون مكملين إن شاء الله 300,000، فخلونا نحاول. أنا متأكدة إن احنا هنقدر نعمل كده، لأنه أنا عارفة أنتوا قد إيه يعني سبورتيف وقد إيه أنتوا بتدعموني وكده. فلسه مش عامل سبسكرايب ينزل دلوقتي، يدوس على سبسكرايب علشان نوصل 300,000 إن شاء الله قريب جدا قبل شهر واحد. ده الجول بتاعي. اكتر حاجة بصراحة بتساعدني ان انا اوصل للاهداف بتاعتي دايما اني اكتبها على ورقة، يعني امسك ورقة وقلم وحرفيا اكتب. يعني اكتب مثلا انا في شهر 2 عايزة مثلا اسافر لندن مثلا، او انا عايزة في شهر 3 اجيب عربية، اشتري العربية الفلانية. I think ان هو جه. اوه ماي جاد جايب لي حاجة كده كيك. I don't know. Wow. New. Right, ice new? Cream. Yes. Oh my god, ice cream. Fried ice cream, yes. Yay! Oh, fried ice cream? Yes. Fried? Yes. How? A check. Guys, تخيلوا جايب لي ice cream مقلي. Do you wanna say hi to the camera? It's YouTube. Hi. Oh my god. Guys! جاب لي ice cream! وغير كده ice cream بالكندر. أنا الكندر أكتر شوكلت بحبها في حياتي كلها. بيقول لي إن ده ice cream مقلي، تخيلوا يعني ice cream مقلي في الزيت. فأنا مش فاهمة الصراحة إزاي ده ice cream مقلي، يعني إيه أصلاً ice cream مقلي؟ مش فاهمة الفكرة. بس شوفوا 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 شكله. واو.
Oh my god, سامعين؟ اسمعوا اسمعوا. اوكي. تحسوه كده كيك مع ايس كريم، شكله غريب قوي. بسم الله. اوه ماي جاد. يام. تحسوه كده بقلاوة او حاجة كده مقرمشة من برا، ومن جوه مليان ايس كريم. واو، عمري في حياتي ما كنت هطلبه لوحدي. واو، صراحة طعمه من الاخر. جايز، ده الصراحة كان حاجة من الاخر، مش عايزة اوريكم دلوقتي، بقى بجد جريمة، بس طعمه روعة. تحسوه من برة كده بقلاوة او حاجة كده مقرمشة، وبعد كده من جوه في ايس كريم، ومن برة في صوص، فبجد طعمه روعة روعة روعة. اديله بجد 10 من 10. الحمد لله ان طلع لي ايس كريم زي ما انا كنت عايزة، يعني اخيرا، يعني في الاول ما طلع ليش كله، بس دلوقتي طلع لي ايس كريم، فانا دلوقتي عادي مرتاحة ومبسوطة وكله تمام. وبس جايز، هو ده كان فيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم وعايزين جزء تاني سيبولي تحت في الكومنتس، علشان ممكن نروح بعد كده اماكن قهوة، نروح اماكن عصير، ونعمل عامة جزء تاني نشوف الموظفين هيطلبوا لنا ايه. واكيد مش هفكركم متنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب، كده محدش هيعمل سبسكرايب. وبس جايز، بحبكم قد الدنيا كلها، وناس بص عليا، فكفايه كده احراج، وان شاء الله هشوفكم في كل الفيديوهات الجايه.